سلطة زبادي بس هكتر المكونات شوية، يعني عندي سكر، بصل أحمر، زبادي، طماطم، نعناع، ليمون وخيار. كل اللي أنا هعمله إن أنا هحط المكونات على بعض وأظبط التتبيلة بتاعتها وأقدمها. يعني كمية زي دي ناخد جزء صغير من البصلة، يمكن أقل من الربع بشوية، أقل من النص بشوية آسف. هحاول اقطعها صغير. طبعا لو بصل احمر مش متوفر، بصل ابيض عادي خالص ينفع، بصل اخضر ينفع. مش لازم نبقى دايما متمسكين بان لو الحاجه مش موجوده يبقى خلاص مش هينفع، لا كل حاجه هتنفع بس ايه بالمظبوط. ممكن اجيب بوله، كل اللي هيطلع بقى على طول هحطه على البوله او احطه جوه البوله واقلب كل حاجه مع بعضها. هي اللذيذ فيها ان هي فيها شويه مكونات زياده شويه عن الطبيعي، يعني فيها سكر وفيها خيار وفيها نعناع، فبتلاقوا طعمها بتحسوا ان في حاجات كتيره قوي بتحصل في البق. اقطع بقى الخيار. لو ما بتحبوش الخيار بعد ما تقسموها كده، لو ما بتحبوش البذر بتاع الخيار بعد ما تقسموها كده بمعلقه ممكن تشيلوا منها البذر. كل حاجه هتقطع صغير على قد ما نقدر. ادي الخيار. نص معلقة سكر صغيرة. وادي النعناع. اي خضرة بنقطعها لو قعدنا نقطع فيها كتير على لوح التقطيع على الكاتنج بورد يعني هتبتدي تفقد الطعم اللي فيها، فياريت ما ندوس عليها قوي في التقطيع. لو سابت اي علامة خضراء على الكاتنج بورد معنى كده ان هي بدأت تفقد من النكهة بتاعتها. طماطم هشيل منها بس البذر علشان مش عاوزها تعوم الزبادي، يعني تخليه يبقى عايم في بعضه، فهشيل البذر كده في بولة جنبي. هاخد بس اللحمة منها. بذرة ليمونة ملهاش لازمة. لو في فلفل ابيض ينفع، مفيش ابيض فلفل اسود برضو هينفع. قلب كده يعني بالنظر كده النعناع قليل فهياخد شويه نعناع من هنا. لو نعناع بقى ناشف بيبقى طعمه اقوى بكتير فمش هنحتاج نكتر منه. ادي الزبادي، افتكروا صفوها من الميه علشان ما تبقاش عايمه او ما تبقاش يعني المياه زايدة فيها. هقلب بقى كويس كده. وبعدين ادوق واشوف. يعني اعتقد هتبقى ناقصة ملح. بس برضو اشوف. ناقصه ملح بس طعم النعناع باين فيها وطعم الليمون كده لذيذ قوي. الكلام ده عايزين طبق. بالراحه حتى الالوان والحاجات دي بتخلي الواحد نفسه يتفتح بسرعه.